هوية برنس نحو إعلام هادف رسالة إلى إخواننا في غزة نحن في المغرب معكم قلبا وقالبا نحن جميعا إلا من لم يريد أن يكون كذلك ولكن الغالبية العظمى من المغاربة هم مع إخواننا في فلسطين يؤيدونهم يدعون الله سبحانه وتعالى لهم ويدعمونهم بالمال وبكل ما يستطيعون أن يدعموهم به وهذه الوقفات إنما هي مثال أو علامة على هذا الحب وهذا التضامن ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون عند حسن ظن إخواننا ونقوم بما يستوجبه علينا ديننا وإيماننا وصدقنا هوية بريس نحو إعلام هادف